we are waiting so long, I'm suffocating. Oh, why are we are waiting so long, I'm suffocating. Boy, it's now or never, time we got together. Been a long time coming, now I need that loving. I like the way you tease me, but let's just make this easy. Put me in control, we can switch roles. And I'll take the lead, you're so far behind me. You know what I need, I'm not gonna stop. Whatever the weather, we gon' be better together. So what's up, baby, what about us? هذا يوم سعيد. نحن شفناهم بجامعة قطر, وجامعة قطر الحقيقة رائدة في تنمية الزراعة وتشجيع الأطفال خصوصا على الزراعة والاهتمام بالزراعة والاهتمام بالبيئة بشكل عام. والزراعة بقطر الحقيقة شهدت نمو عظيم وحلو خلال السنوات القليلة القادمة, وأكبر دليل هي الحدائق العامة اللي سوتها الدولة والبلديات. مشكورين طبعا, وشكر خاص لجامعة قطر على هذا الاهتمام باليوم الكامبس داي, والأولاد مبسوطين وفرحانين وعم يزرعوا لوحده. شكرا جزيلا. نورة عيسى يعني ايه؟ هاي مدرسة؟ انا طوارئ. نورة شو تسوي هنا؟ قاعدة ازرع الوردة والورود. شو بتسوي فيها؟ احتفظ فيها. ازاي تبي تكون كلمة خيرة؟ ايوه. انا احب الزراعة. اهلا مرحبا فيكم في يوم الحرم الجامعي. طبعا سألتون يعني البيئة جزء اساسي من عملنا في داخل الجامعة, يعني سواء على مستوى البرامج الدراسية. عندنا برنامجين على مستوى الماجستير, برنامج الماجستير الهندسة في البيئة وبرنامج العلوم في البيئة, بالإضافة إلى عندنا بكالوريوس في العلوم البيئية, بالإضافة إلى عندنا مركز يعتبر من أكبر المراكز في الخليج في الدراسات البيئية. بالإضافة طبعاً إحنا عندنا في الجامعة كواقع في عندنا محميات طبيعية كثيرة, ونهتم بموضوع التشجير والزراعة في داخل الجامعة. يعني حتى من فعاليات اليوم هو إحنا نقوم بزراعة بعض المناطق غير المزروعة في الجامعة. طبعاً مثل هذه الفعاليات تعتبر ربما خطوة رائعة وجميلة جداً, لفتة من الجامعة بخصوص تنمية الوعي بالبيئة والمحيط ضمن الشباب القطري وكل الجاليات الموجودة في قطر. أعتبر أنه يعني ما صار اليوم من مناشط متعددة ومختلفة, وبالأساس زراعة النباتات في هذه المحابس, أعتبرها ربما نوع من التوعية للأطفال بأهمية الحديقة ضمن المنزل وضمن المجتمع, أهمية الاهتمام بكل ما هو أخضر في محيطنا الداخلي ومحيطنا الخارجي. فأنا أثمن هذه البادرة ويعني أشكر كل من سعى إليها ونظمها وتطوع في إنجاحها. أما فيما يتعلق بباقي المناشط فأعتبر أن هذه المناسبة هي مناسبة متميزة جدا في ربط ليس فقط الطالب بالجامعة ولكن أعضاء هيئة التدريس كذلك وكل الموظفين بالجامعة بالمؤسسة نفسها, لأنه يعني هذه الفعالية هي ربما تربط يعني روحيا ونفسيا كل الموظفين بهذه المؤسسة, المؤسسة العريقة جامعة قطر, وتشعرهم أنهم جزء من هذه الجامعة وجزء من هذه المؤسسة وهم ليسوا بمعزولين عنها. وشكرا جزيلا وبارك الله فيك. مبدأ الزراعة إنه نعلم الطلاب كيف يعتنوا بالزرع تاعتهم بشو أهمية البيئة, فبالتالي خلينا الموضوع بشكل بناسب الأطفال وبناسب تفكيرهم, فجبنا أحواض زريعة ساعدهم, حطينا لهم ألوان وجلتر وجلو so they can do whatever they want بالحوض تبع الزريعة تبعهم. بعدين بدي ياخذوا النبتة الوردة, وعطيناهم لكل طالب في كارت انه هو كيف يعتني بالنبتة تبعته, هاي قد ايه بدها نسبة المي تحت الشمس, يعني كثير مهم. فكثير ممكن عندنا نوصل رسالة انه هاي
هاي من الجامعة هدية للطالب عنها كانت تأتي بالك عليها وبترجع يعني تأخذها عندك على البيت.